يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، عوده من جديد لي 10 الصبح في الاهلي، وضيفنا العزيز اللي منورنا ومشرفنا النهارده كابتن محمد عامر نجم النادي الاهلي السابق. وكنا وقفنا معاه في الكلام قبل ما نطلع الفاصل الاخير ده عند تفصيله والتر بواليا اللي موسيماني فضل صابر عليه فتره مش قليله الحقيقه، لان هو كان مقتنع بيه كل الاقتناع وعارف امكانياته فين، وابتدت مؤخرا المكنه تطلع قماش فعلا بالمعنى الحرفي يعني في الفتره الاخيره، وابتدى يتالق مؤخرا. تعال نروح لكهربا، وبرضو كيف رأيت كهربا بالذات في آخر مشاركتين دي؟ بص، المجموعة كلها ممتازة جدا. كهربا، بس هو كهربا يعني من اللعيبة اللي ممكن ينزل يبقى مؤثر جدا جدا طبعا. هو بس عايز يقلل بس الفولت شوية في النفاذة والكلام ده. هو كهربا يا كابتن هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه بقى؟ هدي الله وضع حكمته. بس هو ولد روحه جدا. لا، وشخصية دماغها جدا، ولعيب مهاري محترف. ايوه، يعني هو بس لو خد الفرصة وفي ماتشين 3-4 اساسي وينزل وخد الثقة، مش هيطلع بره الملعب، مش هيخرج بره الملعب خالص. الحاجة الكويسة كمان ان الروح بين لاعيبة النادي الاهلي روح جميلة جدا. خلي بالك الروح دي موجودة من زمان جدا. يعني انا بفتكر اول مرة نزلت الملعب مع الفريق الاول في النادي الاهلي، كل اللعيبة، وبعدين كان معايا مين؟ مصطفى يونس وخطيب وصفا طب حليم ومختار مختار وشطه وعبد العزيز عبد الشافي واحمد عباقي فتحي مبروك فريق خد ثابت واكرامي ثابت الله يرحمه. يعني فريق كلهم عمالقه طبعا. عمالقه صحيح، خدوني في حضنهم، احتضنوني، حسيت ان انا في خلال اسبوع ان انا كاني معاهم بقالي 20 سنه بلعب معاهم. دي روح جميله جدا. شوف بواليا لما يعني نزل في وقت وكله عاوز يساعده وكله عاوز يلعب له الكوره عشان ياخد الثقه. طبعا، ما هو مين اول واحد جري عليه؟ محمد شريف. اول واحد جري عليه حضنه وكهربا حضنوا بواليا. ما هو درس حربة زيه ودرس حربة زيه. يعني يقول لك انا مالي يا عم، ده انا عاوز العب. ما يعني ما بيتمنلوش غير الخير. وده امر متوارث في النادي الاهلي. دي الروح دي موجوده في النادي الاهلي بشكل كبير جدا. فانا بقول ان بواليا وتصميم موسيماني على بواليا وحسين الشحات ده، اولا عينيه جيده جدا جدا جدا، بالرغم من ان يعني موسيماني انا شايف ان هو كمان بيعمل روتيشن بشكل كبير جدا، لان اللعيب عنده مجهده وبيحاول بقدر الامكان يرجع المصابين. يعني كل الناس المصابه في الماتش اللي فات ده غيرهم ونزلهم. عنده نقص في الباك رايت، رامي ربيعه كان بيلعب ما عندوش مشكله، لكن محافظ على رتم ادائه، محافظ على طريقه اللعب اللي هو بيلعب بيها. النادي الاهلي بينزل، يعني هو اللي بيتحكم في رتم الاداء، هو اللي بيتحكم في الجيم نفسه.